ظننت أن اليوم لن ينتهي أبدا. حسنا، كل ما يهم الآن هو أنني في البيت. الليلة بطولها لنا يا أحبائي. ماذا يحدث؟ أعتقد أن هناك غزوا. ليس غزوا إلا إذا كان الغزاة من السيرك. أنا من شركة طيران بلينغ. من جلوفر؟ إنها أنا جلوفر. تهنية يا جلوفر، تم اختيارك لتسافري على طائرة جديدة لبلينغ، طائرة حديثة أنيقة. يا للروعة، أتعنين أنني فزت؟ ستأخذك شركة بلينغ مع مجموعة من المشاهير من لوس أنجلوس إلى باريس في غمضة عين. سمعتما؟ سأذهب إلى باريس مع مجموعة من مشاهير العالم. نعم سمعنا، فنحن نقف بجانبك. بما السلوك العدواني؟ افرح لي. بالطبع نحن فرحتان من أجلك، حزننا لعدم فوزنا. آسفة، لكن لابد أن تدخل مسابقة بلينغ لتفوز. دخلنا بالفعل مسابقة بلينغ الخرافية. أرسلت جلوفر استمارتين، أليس كذلك؟ إنه خطأ. جلوفر، كيف تفعلين شيئاً كهذا؟ أكنت تحاولين تدمير فرصنا في الفوز؟ بالطبع لا، كنت شديدة الحماس، أردت التأكد من أن استماراتي ستصلهم، فاستخدمت طوابعكما البريدية ولم يتبقى طوابع لكما. أهنئك ثانية، أراك في المسيرة. لا بأس يا جلوفر، سنأخذ هذه منك. نعم، فلابد أن شعور الذنب يقتلك. لا، لا يقتلني، اترك تذكرة سفري. نجري قرعة لنحدد من تسافر. ما الخطأ في أن تقول جلوفر أنت الفائزة؟ تهنينا. بل الخطأ في عدم إرسال استمارتين. بمناسبة الفوز، لقد تم اختياركن من بين آلاف من عملاء الويب لتكون موضوع اختبار أحدث أدواتنا، أليس هذا مثيراً؟ انسى الأمر يا جيري. أجل، لسنا في إيران التجارب، حاول مع غيرنا. حاولت جعل الأمر مثيراً، لكن بما أن هذا لم يفلح فإن المشاركة إجبارية. آسفة، لا يمكنني، تم اختياري لركوب طائرة شركة بلينغ الجديدة، ولا شك أن وضعي الاجتماعي أهم من تجربة أدواتك. جلوفر، كم أنا سعيد من أجلك، رغم أنني أشعر بالغيرة لعدم فوزي. لحظة، هل دخلت مسابقة بلينغ؟ بالطبع، فطائرة بلينغ الحديثة معجزة إلكترونية، إنها فجر جديد لعالم الطيران، بالإضافة إلى أنني كنت عضو نادي المسافرين الدولي في شبابي. أظن أنكما فقط ستختبران الأدوات. لكن شكراً يا جيري، أنت رائع. ليلة سعيدة يا جلوفر. رحلة مع النجوم وأيضاً مجانية؟ يا إلهي، تفضلي هنا، مقعد 5 دال. أتعنين أنني سأجلس بجانب فرقة التهديد الثلاثي؟ دان وستان ورشدان، أنتم حقا أعظم من غنى بموسيقى سابقة التجهيز. إذن ما رأيكما في الملابس الحرارية عالية الأناقة؟ لم أرى في حياتي أرضى منك. أوقف الاحتراق في جلدينا. مرحبا سام، مرحبا أليكس، خمنا من معي. التهديد الثلاثي. كيف الحال؟ جلوفر، هل تحاولين أن تعايرين بحسن حظك؟ هذا ليس الوقت المناسب للمعايرة يا جلوفر. برجاء غلق كل أدواتكم الإلكترونية استعدادا للإقلاع. كيف أربط هذا الحزام؟
وصلنا إلى ارتفاع الطيران. لكم الآن أن تتحركوا في الكابينة وتستمتعوا برفاهية طائرة بلينغ المطلقة. أنا ذاهب للحمام. هذا مؤكد، إنني أعد ثواني حتى نهبط. الحاسوب يقول إننا تركنا باريس. ياه، خدمة سريعة فعلا. هل من خدمة أقدمها لك؟ أظن أن الحاسوب معطل، يشير أننا تركنا باريس. هذا السؤال يوجه لقائد الطائرة، أرجوك تعالي معي. القائد هايز، أقدم لك جلوفر الفائزة في مسابقة بلينغ. لديها سؤال تحب أن تسألك إياه. شعارنا على طائرات بلينغ هو الخدمة بابتسامة عريضة، تحت أمرك. كنت أتساءل لما يقرر حاسوبكم أننا تركنا باريس الرائعة. لأننا فعلنا، الرحلة تسير بامتياز، فلماذا أنهيها الآن؟ في الواقع لن نهبط أبدا، سأظل طائرا بين السحب الرائعة مع أصدقاء الجلد من المشاهير لأبد الأبدين. لكن لا أفهم، الطائرات تحتاج وقودا. إلا طائرة بلينغ تستمد طاقتها هيدروليكيا تجمع الكثافة من السحب. سيتدخل رجال الطيران الدولي لإيقافك. طائرة بلينغ أسرع من الصوت، فلا يمكن التقاطها عبر الرادار بأي حال من الأحوال. إن ظننت أن النجوم سيوافقون على هذا الأمر فإنك مجنون؟ بكل الرفاهية المتاحة على متن طائرة، فالنجوم هم المجانين إن رغبوا في أن يتركوها. مجنون تماماً، فلن يمكنك الإفلات بفعلتك. إنك أقوى من أن تكوني مضيفة منمقة متأنقة الملبس والشعر. ناهيك عن ثقل وزنك. لحظة، إلى أين ذهب؟ لا جدوى من محاولة الهرب، إنها أبواب مطلية بالماس، لا يمر بها أحد إلا بإذني أنا. والآن أرجوك أن تتخذي مقعدك وتستعدي للسفر. ستسافرين أنت. ألا ترى أننا نسافر فعلا يا أبلة؟ لهذا إذا تخطف المشاهير، إنك تعاني من مرض ألف واو نون. ألف واو نون؟ أجل، أعراض الولع بالنجوم. وسريعا ستعانين أنت من مرض غثيان الارتفاعات عندما تلقي بك المضيفة خارج الطائرة. عليك بها. حسنا، أظن أن علي أن أؤدبك ثانية. أنت مرعبة حقا. لقد نسيت أن أخبرك أن مضيفي جميعا أليون. هل نسيت إخبارك أنني جاسوسة دولية؟ يمكنك الجري يا جلوفر، لكن لا يمكنك الاختباء. حقا، شاهد هذا إذا. من جاسوسي، سأتصل بسام وأليكس. من أنت؟ نجدان، ماذا فعل بك؟ لا تقلق، إنني أطلب النجدة. لكن هذه لم تختبر بعد، جلاديس. لا يا جاري، لا وقت لجلاديس، الأفضل أن نجرب الأدوات ميدانيا. لديكما حق، حظا موفقا. القبعات النووية تصيبني بالدوار. لو لم أكن في رعب مقيم لقلت إنها ممتعة، ما عدا أن منظرك غريب الأطوار. لا أعتقد أن الطاقة نفدت من عندي. تمسكي يا أليكس، إني قادمة حين أتحكم في هذا الشيء. شكرا يا سام، أحسست أنني فطيرة ولست جاسوسة. يجب أن نسرع، من يدري كم بقي لي من طاقة. كيف
سندخل الطائرة. لو فتحنا الأبواب فقد يقل هذا بالضغط داخل الكابينة. يمكننا الدخول من هنا. ألا يؤدي هذا إلى الحمام؟ الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات صعبة مثل استخدام قفاز الملاكمة الخارق للمعادن. هذا مقزز. لا أصدق أننا تسللنا من خلال ماسورة الحمام. على الأقل لم يكن مشغولاً. سيد أليكس، كنت أعرف أنكما قادمتان. اشتقت إليكما ولكن أخرجاني من هذا. كلوفر واحد، الآلة المرعبة لا شيء. والآن لنلبس زيهن. هيا بنا. هل انتهيتن من الفتاة؟ لو كنت تعني جلوفر فالإجابة لا، فأنا أقف أمامك. أود البقاء والثرثرة، لكن علي الانطلاق. كيف يفعل هذا؟ إنها خدعة رائعة، صح؟ حبسنا من الخارج. وأيضا برمجت الحاسوب للبدء في تقليل الضغط داخل كابينة القيادة. نوما هانيا. سعدت برؤيتك، أتستمتعين بالرحلة؟ مرحبا بك. عذرا أيها القائد، كنت أتساءل متى سنصل إلى باريس. نعم، إنهم ينتظرونني بالمسرح. قريبا، قريبا جدا. والآن استرخوا واستمتعوا بالرحلة، فبعد قليل تبدأ الرحلة الحقيقية. سأطلب من طاقمي إحضار عصير الفستق منزوع الدسم. نعم، المذاق رائع. عصير الفستق. لم أشعر بهذا الدوار منذ أن شممت رائحة مثبتي شعري. أعتقد أننا لن نبقى واعية لمدة طويلة. علينا طلب الدعم. فكرة جيدة، سأتصل بجيري. انسى جيري، نحتاج تحذير باقي المسافرين. مرحبا أيها النجوم، أنا جلوفر، مقعدي 5 دال. لدي خبر سيء، القبطان هايس لا ينوي أن يهبط في باريس. إنه يريدكم أن تقيموا على الطائرة باعتباركم حيوانات أليفة. أليس هذا مخيفا؟ لكم الحرية في الغضب والاحتياج. ملحوظة، حبسني مع صديقتي في كابينة القيادة بالقليل من الأكسجين، فإن ساعدتمونا الآن نكن لكم من الشاكرات. انتهى الخبر. من تظن نفسك؟ لن تفلت بفعلتك أبدا. أنت مجنون. لن تفلت من العقاب أبدا. أتريدون جنونا؟ فليكن. سأريكم الجنون الأصلي. زدت للتو سرعة الطائرة إلى 1,000,000 ميل في الساعة. سرعة من شدتها ستعكس دوران الأرض. سيعود الزمن إلى الوراء محيا معه شهرتكم وثرواتكم. اقبضوا علي. امسكوه. طاقم طائرتي يسعده أن يقدم لكم كل ما تحتاجونه في الرحلة بإذنكم. يبدو أن عملية جلوفر لإغضاب المشاهير فشلت. ماذا نفعل الآن؟ لا أعلم، لكن يستحسن أن نفعله سريعا. طاقتي تنفذ بسرعة. الأداة الثالثة تحت التجريب، لا تخيبي أملنا. كيف ستفيد لعبة أطفال في وضعنا قليل الأكسجين يا سام؟ ليست كذلك. بينما تحاولني أنتما استعادة ضغط الكابينة، سأحاول أنا خفض سرعة الطائرة. مهمة جديدة ومعاناة لشعبي. حسناً، ألا يجب أن تهبط أقنعة أكسجين من سقف الطائرة الآن؟ لابد أن القبطان حبسها بجهاز التحكم السخيف الذي يحمله. لابد أن نفك حبسها إذن. من كان يعرف أن طلاء أظافري سيكون مفيداً؟ أحسنت يا جلوفر،
والآن كل ما يجب فعله هو زيادة الأكسجين. لك هذا. لمحب الشهرة بإفساد خططي. محب الشهرة الوحيد هو أنت، وعليك أن تحب الجري لأنك ستنال ركلة مؤلمة. كما قلت من قبل، إنه يقاطعنا بوقاحة. مرحبا بكم في نظام هبوط بلينغ الآمن. هو الهبوط الرائع. أحسنتن آنساتي، أراكن لاحقا على اليابسة. نشكركم لطيراني معنا، فطالما وددت قول هذا. وداعا، وأرجوكم تذكروا إن قضيتم أحدا فليكن هو. نحن الطيبات. وداعا يا شباب. اتضح لي أن الشهرة ليست كما تبدو أبداً، فالناس تلاحقك دوماً طالبين توقيعاً أو صورة أو شعرة من رأسك. وقل على خصوصيتك السلام. حاول أن تحك أنفك فتجد 100 صحفيين يلتقطون صورة لك. كلا شكراً. أعني إلا إذا رغب أحد في إنتاج مسلسل عني أو ما أشبه، كان أكون جاسوسة رائعة. ماذا نسمي المسلسل؟ وجدتها، النجمة بلوفر.